احنا نبلش بالمحاضرة الثانية للمنطق. دبل ليفت كليك على البرنامج، ننتظر نيو سيميلينك موديل، نفس الخطوات نكبره. هذا ننتظر على نفس الايكون، نكتب اسامي لوجيك البوابات، انا كاتبها اوكي. نضيف display شاشة العرض، خلصنا من إضافة الشغلات. نروح على نريد المحاضرة الثانية، نريد نربط يكون بوابة كيبل واحد، الربط مزدوج، فنسحب ونسوي هيج. مثلا بوابة اند يصير، طبعا يصير بكونست واحد بربط واحد، هذا يعني هذا ماله هيج مخلي. نطبق نشوف الاند بربط واحد يصير يطلع لنا واحد، دبل ليفت كليك تطلع لنا هذا، نغير القيمة الى صفر وندوس انتر ونطبق. هذا عد ما نربط ربط بكيبل واحد او بواير واحد. عد ما نريد نثبت البوابة، طبعا نريد نربطه، هذا نرجع نربطه، نريد نثبت واحدة من الكونست تثبيت، دبل كليك نروح على سينجل، بعدين نغير القيمة، شو تريد القيمة؟ صفر واحد صفر، ونغير القيمة إلى صفر ونخلي لوك أوتبوت داتا، سوي له اوكي. راح هاي القيمة مرة اخرى اذا جينا دخلنا قيمة مثلا واحد نريد نغير، حيطلع خطأ بمعنى انه سويناه ثابت هاي القيمة. نطبق بمعنى انه هاي القيمة اصبحت ثابتة وهاي القيمة نقدر نغيرها، هذا بمعنى انه نخلي القيمة ثابتة. مثلا هسه هذا واحد نقدر نخليه صفر، نسوي اوكي وتغيرت القيمة صار صفر. مثل ما قلنا نقدر نغير البوابة بدبل كليك على بوابة اند، ونقدر نطبق على جميع البوابات مثلا اور، ونخلي عليها اوكي يصير اور، دبل كليك نخلي اكس اور، دبل كليك ويصير نفس الحركة. اذا اراد متصل نحذف هاي البوابة، نحذف الكيبل بالضغط عليها، نربطه بربط مباشر، يصير يكون عندك كونست واحد الى بوابة يربط بيها، ونقدر نطبق مرة نغير القيمة. احنا ثبتناها القيمة واحد، لذلك ما راح. فإذا حبينا نرجع نقدر نغير القيمة، حالة إذا قال تسويه ثابت نسوي هاي الخطوة.